الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، واحد من الإخوة أظن ناقش والده وفي مسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بشر أم هو مخلوق من نور. وطبعا عقيدة الصوفية إنه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، ووالده لما ناقشوا قدم له الكتاب ده كحجة ودليل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم نور حسا ومعنا، تأليف محمد نور يوسف محمد، بورسودان حي البسطة، قال هاتف كده كده مركز الشبكة .com شبكة تدي كويس. قال أول صفحة في الكتاب، قال إن قيل قد جاءكم من الله نور أي الإسلام فالمجيء مجازي، الإسلام لا يجيء إنما يجاء به. وإن قيل قد جاءكم من الله نور أي محمد عليه الصلاة والسلام فالمجيء حقيقي وهو الذي ذهب إليه الأكثر. ذهب له منه؟ شوف يا شيخنا، القضية بتاعت إنه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور ولا مخلوق من ما خلق منه بنو آدم، دي مسألة محسومة ما فيها نقاش. النبي عليه الصلاة والسلام من سلالة آدم، من بني آدم، فهمت النقطة دي؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان المقصود هنا آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، المقصود هنا بنو آدم، يعني الأول آدم من سلالة من طين، ده أبونا آدم عليه السلام. طيب قال ثم جعلناه نطفة، النطفة هؤلاء بنو آدم بيجوا من نطف، النطفة هي ماء الرجل وماء المرأة، في قرار مكين وهو الرحم، ده كل بني آدم جوا بالطريقة دي، في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، علقة هي دم معلق على الرحم. ثم خلقنا العلقة مضغة، يعني بتتكون العلقة بشكل لحم قوي شوية أشبه بما يمضغ الإنسان، الزول اللي بيمضغ يعني قدر اللقمة اللي بتمضغها أنت، تمام. ثم خلقنا المضغة عظاما، هذه المضغة صارت عظام. قال ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن قضية الخلق دي يا أخوانا، إما إنسان خلق من تراب وهو آدم، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم عليه السلام ربنا خلقه من تراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم 60 ذراعا، كان طوله 60 ذراع، وبعد ذلك قال لا تزال أمته أو أبناؤه يتناقصون، الناس ماشية تنقص. وابن القيم أورد في كتاب الجواب الكافي، قال الناس بتنقص بسبب المعاصي والذنوب، الناس ماشية تنقص سبب الذنوب. حتى قيل عند العرب قالوا سيأتي على الناس زمان، هيجي وقت يأخذ الرجل الشاة من أذنها، يعني بيستغربوا زول يسوق الغنماية من أضانة كده، قالوا دي غريبة يا أخي، الناس صغار للدرجة دي، يعني الراجل يكون سايق الغنماية من أضانة، لأنه كانوا عالين زمان، ما زي وسا الناس والغنماية فيها ناس أطول منهم ذات الغنماية،
الناس بيتناقصوا بسبب الذنوب والمعاصي. وأورد لها ابن القيم آثار كثيرة جدا، منها قال نزل الحجر الأسود، الحجر الأسود اللي هو الآن في الكعبة، قال وكان حجرا أبيض نزل من الجنة، قال سودته خطايا أهل الشرك. ذول تجاني بنادي في أحمد تجاني عمره كله هنا شغال بحثاي، أحمد تجاني طلحقنا، امشي هناك يقول لك ماشي الحج، بوديك شنو هذول انت في شنو، يقول لك ماشي الحج، امشي هناك يقبل ويستلم الحجر الأسود، كان حجر أبيض سودوا الجماعة ديل هوس، كلهم ناس أصحاب عقائد خربانة سودوا الحجر الأسود. على أي حال إحنا نرجع لموضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم الصوفية بيقولوا مخلوق من نور. طيب ليه هم بيقولوا الكلام ده؟ يعني دار يستفيدوا شنو يعني؟ يعني هسه قول أقنعونا إنه مخلوق من نور، أهاي أنت بتستفيد شنو يا صوفي يعني؟ في شنو؟ ما بيستفيد من المسألة ده أي شيء إلا يفتح باب للغلو. خد بالك أصلا دار يفتح لك باب غلو، يقول لك مخلوق من نور، بعد شوية يجيك يقول لك النبي ده بيجي راجع بيمرق من القبر بيقابلنا وبرجع تاني، وقاعد يجينا كل يوم اثنين، وفي المولد قاعد يجي يخش معانا في النوبة والذكر، وعندنا الحضرة بيجي ويمشي وهو من نور. ده كله فتح لباب الغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام ده هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو ده ضيعك. ومن هذا الباب يا أخواننا الإنسان يحذر الغلو ولو كان في رجل صالح، انت زول فيه خير وزول صالح، أحذر الغلو، ما ترفع إنسان فوق مكانته مهما كان. لذلك لما رفع ناس عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ده يا أخواننا فيه كلام، مش نبي كريم من أولي العزم الخمسة من الرسل، لكن في ناس اعتقدوا في عيسى ما لا يجوز اعتقاده، اعتقدوا انه عيسى ابن مريم عليه السلام ينفع ويضر. وحتى النصارى بتاعنا اللي قاعدين هسه ديل ناس بطرس وميخائيل وما تعرف منو جماعة ديل، ديل بيعتقدوا قالوا عيسى ابن مريم بينزل في السحاب، بيجي نازل في السحاب كده تحت، فهمت؟ وطبعا ديل في الحتة دي أحسن من جماعة الترابي، لأنه الترابي قال ما في ذاته عيسى ده مات قال، فديل قالوا بينزل في السحاب، لما ينزل قالوا بيغفر كل ذنوبنا، بيغفر لهم ذنوبهم كلها، عشان كده ما عندهم حرام وحلال. النصارى الدين النصراني ما عندهم حلال وحرام، كله حلال، دار تزني أزني ساي يقول لك عيسى بيغفر لك ما في مشكلة، ولا كان انت ذاته عيسى ما لقيته تمشي للقسيس القاعد في الكنيسة ذاك يقول لك الأب، أب شنو؟ بابو شرطه، الأب يقول لك قاعد هناك ده يقول لك بس انت اول ما تعمل لك معصية كده ولا ذنب ترجع الأب تديه تقول له ثبت الحاجة دي واغفر لي ذنوبي دي لك، ده بيقبضه ويقول لك غفرنا لك، الشغلانة عنده فهمتها. ولذلك الدين الصوفي أشبه بالدين النصراني في هذا الجانب، فيه شبه بيه، لأنه في النهاية انت بتدفع لأبوك الشيخ البياض، وابوك الشيخ بيقول لك ما عندك مشكلة انت مش دفعت، لأن هنا تابع للطريقة وكذا ما في مشكلة ثانية عادي، قرصت لك واحد هاي ما في شيء امشي ما في حاجة. الدين الصوفي قائم على هذا، قائم على انه انت مرتبط بالشيخ ومتعلق بالشيخ، فهمت؟ فعلى اي حال الكلام ده يا اخواننا خلاصته فيه غلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. اما الأدلة جايبة هنا، الراجل ده جاب له حديث كلها ملفقة، إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ضعيف ما بعديه، مشى قدام ثاني قال وأخرج السيوطي في الجامع، وإن محمد قال سرداغ العرش فقال يا ربي ما هذا النور، وإلى آخره النبي نور برضو ما ضعيف، إلى أن قال براوجة في النهاية قال كلمة نور حسي لم ترد في القرآن، قال إن قال قائل لم ترد في القرآن الكريم، قلنا يعني عامل نظام برد. شوف الصوفية كمان
جاز يسوي لهم نظام رد يعني. فإن قالوا قلنا أوه تما كنوا من رد. يوم بتين دين الصوفية كان قائم على أدلة من كتاب وسنة. دين الصوفية ما فيه دليل مما قام التصوف. التصوف أصلا قام على أساس حدثني قلبي عن ربي. دينهم ده ما بي يجيبوا أدلة عليهم من الكتاب والسنة. وعد بقول لك كده انتظر شوية أبونا الشيخ بياسة هما شوان ولك طلع فوق حضرة إلهية مشى لها الله. ده بيكتب في كتاب أزاهير الرياض الصفحة تقريبا الطبع عندي 49 قال هذا الحديث رواه الترمذي وصححه أحمد الطيب البشير بما لديه من الكشف. طلع لها الله فوق قال لهم حديث ده كيف صحيح. جاء قال الحديث صحيح قال صحه وطلع فوق يعني لا يقول لك قال فيه يحيى بن معين ولا قال يحيى بن سعيد القطان لا 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 حديث صحيح ويطلع فوق. قال اسأل منه الله ده مش لعب بالدين ده يخفزوا يا اخوانا. بيكلم ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ربنا سبحانه وتعالى ما بكلم ديل كفاحا ما بكلمهم لكن مجارمة. قال طلع هناك المهم فقال قلنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور حسي لا يحتاج إلى دليل من القرآن. يا زول ما بيحتاج إلى دليل كيف أنت لقيته؟ ما هو شوف أنت كونك تقول له النبي نور واحد من اثنين واحد يا تكون قابلته لا والله أنا لقيته هذا هنا لقيته أها شفته نور عديل هبشته كده بيتهبش لي النور ده ما بيتهبش أسرك أنا ولعت لك لمبة بتقبض النور حقها أمشي أقوم ضاسة بقول له عليك هناك أقبض النور بتاعها. فشوف أنت تقول لي أنا نور حسي أنا لمسته في أني اكتشفت أنه نور حسي أو تقول لي حدثنا فلان عن فلان ما في غير كده تاني ما في لأنه أنت بتعرفه كيف يعني نور حسي. فقال لا يحتاج إلى دليل من القرآن الكريم لأنه ليس كل شيء يذكر في القرآن بجميع صفاته إنما يذكر شيء منها ويأتي في السنة النبوية المفسرة لما هو يحتاج إلى ذلك. قال ثم وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نور حسي لو لم يرد أي دليل لا صحيح ولا ضعيف لا حرج لأنه وصف جميل. منو قال لك وصف جميل يا أخي؟ أنت عشان تقول ده جميل ولا ما جميل إلا تدينا دليل. شفت جميل دي ذاته دائرة دليل من الكتاب والسنة لأنه أنا ما ممكن أي وصف جميل أنا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هسه أقول لك فلان ده زون نرجسي في ناس بيعتبروا ده وصف جميل بيعتبروا كده. ولا يقول لك هسه عند الشباب يقول لك ده راستة مش بيعتبروا وصف جميل يقول لك زول ده راستة يعني بيعتبروا حاجة سمع. هل ممكن أقول النبي راستة؟ ما أي حاجة جميلة عندك معناه تليق انه تصفها النبي عليه الصلاة والسلام. ما اي شيء جميل انت لانه قد يكون جميل عندك وعند غيرك ما جميل. فهمت كلامي؟ وقد يكون في النهاية وهم ساي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف الا بما ورد في الكتاب والسنة. طيب فاخواننا قال لا سيما انه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال وان قال قائلا وده ما بعرف عربي ذاته قال قائلا قال قائلا شنو؟ كويس إلى أن قال ويجوز العمل بالحديث الضعيف كما قال النووي. اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. كذاب منو قال لك اتفقوا؟ أتحداك تعال جيب لي النووي قال اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف مطلقا كده اتفاق ما في اتفاق يا زول. من كبار أئمة الحديث الإمام البخاري لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا بل الراجع عند أهل العلم الحديث الضعيف ما بيعمل به إلا إذا ثبت حكم المسألة بحديث صحيح. يعني أنت ممكن تجيب لي حديث ضعيف وده طبعا الآن دين الصوفية وعقيدتهم يبنوها لك بحديث ضعيفة. ما في حديث ضعيف أنت بتبني به أصل المسألة ما في. وإلا أكان الصوفية بدخل لك الشرك حقهم ده كله بدخله لك. يجيب لك حديث ضعيف يقول لك إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا. ده حديث ضعيف. ممكن صوفي يجيبه لك يقول لك يا عودة ويجوز العمل به. يجوز العمل به وكيف انت بتلعب علينا ولا شنو؟ لا يجوز خد بالك العمل بحديث ضعيف إلا إذا ثبت حكم
حكم المسألة في الأول. وهو ناقل الكلام ده عن الإمام أحمد وكذاب، الإمام أحمد ما قال كده، ما قال إنه يجوز العمل به طوالي ولا حتى في الفضائل الأعمال. شفت مسألة حكمة ما ثبت، ما بجوز تعمل فيها بحديث ضعيف أبدا، فهمت؟ إلا إذا ثبت مثلا حكمها بحديث صحيح، بعد ذاك يجوز أن تروي فيها الحديث الضعيف ده حكم المسألة عند العلماء وتفصيلا، حتى عند الإمام النووي وعند الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم. طيب تاني ما عنده حاجة، الكتاب ده خلاصته إنه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلنا يعني في البشرية، يعني يأكل ويشرب ويمرض ويحصل له ما يحصل لبني آدم، يعني يضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه. طيب باقي لك لو نور يضربوه كيف؟ هسه أنا بقول لك نور للصبح، تعال اضربه لي، تضربه كيف أنت؟ فإذا كان نور حسي ما هذا كله ما كان بيحصل له، لكن هو نور. لو الصوفية قالوا الكلمة دي احنا بنتفق معاهم فيها، لو قالوا انه هو نور باعتبار ما جاء به من الهدى، يعني جانب الهدى، فهو نور بالفهم ده صحيح، ما في مشكلة. يعني نور جاب الهداية ونور بيهدي الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير يعني شنو؟ يعني بولع. سراج منير يعني بيهدي، بيهدي، بيعلم الناس، يهدي البشرية إلى طريق الجنة، يحذرهم من طريق النار. ده كده بالمعنى ده، ده صحيح إنه شنو بيهدي ونور وهداية بهذا. أما تقول لي نور بولع، ده شغل الصوفية ده، ده كلام فارغ سايخ، ده كلام فارغ. السيدة عائشة كانت معاه في الحجرة، قالت: فصرت ألتمس النبي صلى الله عليه وسلم، بتفتش له في غرفته. باقي لك كان نور بتفتش له؟ لقيت تفتش له، ما لقته. قالت لقته مرق، قالت فانطلقت، بقت ماشية وراه، هو ماشي وهي ماشية وراه، لحد ما وصل البقيع، بقى بيدعو للصحابة في البقيع الشهداء، بقى بيدعو لهم. السيدة عائشة هي كانت ظانة إنه هو ماشي لواحدة من زوجاته في ليلته، وطبعا النساء بفطرة عندنا الغيرة، ما ممكن في ليلتها يمشي لوحدة زوجاته. فمرقت وراه، أول ما لقته ماشي البقيع ودار يدعو للموتى في البقيع، خلاص بعد دار تنقول لنا أحكام فقهية، ما خلاص هي الغيرة اللي في نفسها راحت خلاص، بقت دار تنقل أحكام فقهية. شافته بيدعو وبيقول شنو، وبعد ذاك سألته من الدعاء إلى بقية التفاصيل الفقهية اللي نقلت السيدة عائشة. الشاهد من الكلام ده إنه كانت بتفتش له في الحجرة بتاعتها. لو نور تفتش لك ليه؟ ما كان بيشوفه، فهمت كلامي؟ إلى آخره من الأدلة، الأدلة كثيرة. أنا أخلي أخونا أبشوك يختم الحلقة، وأنا أبشوك في أسئلة تاني لكن ما في زمن له. أي ما بس في سؤال قال: زوجة تمازح زوجة بيهاذر معاه كده، قال لا إذا أعطيتني قبلة فأنت طالق، وهو لا يقصد يطلقه أصلا، فهل الطلاق وقع؟ كان الدت وقع طوالي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.